So worship whatever you wish besides him, other than him. Herein is a threat for them as well as a declaration of the fact that they do not worship God, exalted be he. Say, indeed the losers are those who will have lost their souls and their families on the day of resurrection, by condemning their souls to abide, forever, in the fire, and their failure to attaining the bliss promised among the black-eyed virgins who would have been prepared for them in paradise had they been believers. Truly that is the manifest loss. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. The revelation of the book, the Quran, Tanzilu al-Kitabi, the subject, is from God, min Allahi, its predicate, the mighty, in his kingdom, the wise, in his handiwork. Indeed we have revealed to you, O Muhammad, s, the book with the truth, by al-Haqi is semantically connected to Anzalna, we have revealed, so worship God, devoting your religion purely to him, pure, of any idolatry, in other words, affirming his oneness. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا
خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين Surely to God belongs pure religion, none other than Him being deserving of it. And those who take besides Him, the idols, as patrons, and they are the disbelievers of Mecca, they say, we only worship them so that they may bring us near to God, Zulfa, a verbal noun, with the sense of takriban, for the sake of nearness. God will indeed judge between them and the Muslims concerning that about which they differ of religion and so admit the believers into paradise and the disbelievers into the fire. Truly God does not guide one who is a liar, attributing a child to him, a disbeliever, worshipping other than God. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب
أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Had God wanted to take a son, as they allege, that he has, the compassionate one has taken, to himself, a son, Q. 1988, he could have chosen from what he has created whatever he willed, and taken it as a child, instead of the angels whom they claim to be God's daughters, or, their claim, that Ezra is the son of God, or that Jesus is the son of God, CFQ 9:30. Glory be to him, in exaltation of him as being above that he should take a child. He is God, the One, the All-Compelling, over all his creatures. أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا
قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به، أولئك هم المتقون. 537 He created the heavens and the earth with the truth. Bayalhaqi is semantically connected to Kalaka, he created. He turns the night into day, so that it grows, and turns the day into night, so that it grows, and he has disposed the sun and the moon, each running, in its course, for an appointed term, until the day of resurrection. Verily it is he who is the mighty, whose way, always, prevails, requiter of his enemies, the, ever, forgiving, of his friends. لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون.
اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. He created you from a single soul, namely, Adam, then made from it its mate, Eve, and he sent down for you of the cattle, of camels, cows, small cattle, sheep and goats, 8 kinds, of each kind a male and a female, as he makes clear in Surat Al-An'am, Q. 6, 143f. He creates you in your mother's wombs, creation after creation, that is to say, as a sperm drop, then a blood clot, then a fetus, in a threefold darkness, that is, the darkness of the belly, that of the womb and that of the placenta. That is God, your Lord. To him belongs, all, sovereignty. There is no God except him. Why then are you being turned away, from worshipping him to worshipping, things, other than him? الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. If you are ungrateful, indeed God is independent of you, though he does not approve of ingratitude for his servants, even if he should will it, to manifest itself, in some of them. And if you give thanks to God and thus become believers, he will approve of it, read Yarda, or Yardahu, either lengthening the vowel or not, that is, of such, thankfulness, for you. And no burdened soul shall bear the burden of another soul, in other words, it will not bear the responsibility for it. Then to your Lord will be your return, whereat he will inform you of what you used to do. Indeed he is knower of what is in the breasts, of what is in the hearts, of men. قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول حين ترى العذاب أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين
بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. And when distress befalls a person, that is, the disbeliever, he supplicates his Lord, he implores, turning, returning, to him penitently. Then, when he bestows on him a grace from himself, he forgets, he neglects, him whom he had supplicated, implored, before, namely, God, in other words malfunctions as men, whom, and sets up equals, associates, with God, that he may lead, others, astray, read Liadilla or Liadilla, from his way, from, the religion of Islam. Say, revel in your ingratitude for a while, for the remainder of your term, of life. You shall indeed be among the inhabitants of the fire. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Or is he who, read, softened, amen, devotes himself, in worship, observing duties of obedience, in the watches of the night, during, its hours, prostrating and standing, in prayer, apprehensive of the eventuality of the hereafter, in other words, fearing its chastisement, and hoping for the mercy, the paradise, of his Lord, like one who is disobedient through disbelief or otherwise.
A variant reading has am man, pronouncing the hamza, so that am has the sense of ball, rather. Say, are those who know equal with those who do not know? In other words, they are not equal, just as the person of knowledge is not equal to the ignorant one. Only people of pith, possessors of intellect, remember, only they, are admonished. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حق كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Say, O servants of mine who believe. Fear your Lord, that is to say, fear his chastisement by being obedient to him. For those who are virtuous in this world, through obedience, there will be good, and that is paradise, and God's earth is vast, so emigrate throughout it, away from the company of disbelievers and the sight of indecencies. Truly the steadfast, in their obedience of God, and in enduring whatever hardship they may be tested with, will be paid their reward in full without any reckoning, without any measure or any scales, to work it out. 538 Say, indeed I have been commanded to worship God devoting my religion purely to him, pure of any idolatry.